السلام عليكم مشاهدي قناة طب حدقة، مرحبا بكم. في هذه الحلقة بغيت نقترع عليكم وجبة مغربية أصيلة البيصارة. باش نوجدوها كنحتاجو مقادير في متناول الجميع: 250 غرام زنجلان مطحون ومقلي، بصلة، فلفلة حارة، جوج معالق كبار طحين، ملحة، البزار، زيت العود، جوج لتر د الماء، وبصارة إيديال. وها هما المقادير غادي يبانو على الشاشة. خدي بصلة مقطعة بهذا الشكل، زيدي عليها شوية د الملحة وشوية ديال البزار، وإلا بغيتي ما تشربش ليك الزيت في القليان ديري عليها جوج معالق كبار ديال الطحين وغربلي كل شيء، عاد ديريها في المقلة ومنين تحمر حيديها. خدي طنجرة مع جوج يترو ديال الماء بارد، خوي فيها جوج خنيشات البيصارة إيديال، وزيدي عليها زنجلان مقلي ومطحون، حركي مزيان حتى يذوبوا الخنيشات، عاد شعلي عليها. بقاي تحركيها ومنين تغلى نقصي عليها العافية وغطيها نص تغطية، وما تنسيش تحركيها لمدة 5 دقائق وطفي عليها. ودابا يمكن لك تقدميها بهذا الشكل وتلدي بها في هذا البرد انت وعائلتك. وبالصحة والراحة. كنتمنى هذه الوصفة تعجبكم، جربوها وبارطاجوها مع احبابكم، شاركوا معنا في القناة، ضغطوا على الجرس وتابعونا في الفيسبوك. إلى اللقاء في الوصفة الجاية.